هذه هي الأجواء التي تعطي متعة إضافية. مباراة كبيرة متوقعة وحضور له قيمة في هذه المواجهة. أهلا بكم مشاهدينا في أجواء رائعة جدا، نتمنى بأن تكون المباراة مثيرة أيضا. وسأكون معكم محدثكم فارس عوض للتعليق على أحداث هذه المباراة، ونحن على موعد اليوم مع مباراة ضمن بطولة دوري المحترفين السعودي، حيث سيكون فريق الشباب السعودي في مواجهة نادي التعاون. أتمنى بأن نشاهد مباراة تنافسية وندية حقيقية بين الفريقين في الملعب، لأن هذا ما ينتظره المتابع المحايد. أكيد اليوم في تركيز كبير وفي أمال موضوع عليه في هذا اللقاء، الكل يعرف قيمته والجماهير أكيد عندها طموحات وتوقعات كبيرة. عندما يكون هناك قدرة على التسديد من مسافات بعيدة فهذه ميزة لأي فريق بدون شك، وتعتبر من نقاط قوته، لأن من الممكن من خلالها التسجيل دون الحاجة لاختراق الدفاع. واضح الآن التشكيلة اللي يلعب فيها الشباب مباراة اليوم، طريقة تقدر تكون متوازنة في خطة تقليدية 4-4-2. واضح تشكيلة التعاون اللي يبدأ فيها المباراة، راح يلعبون اليوم بخطة 4-5-1 التقليدية. نادي الشباب أو كما يلقب بشيخ الأندية، واحد من أعرق الأندية السعودية، نادي يملك تاريخ كبير جدا، حقق عديد من البطولات، أخرج الكثير من النجوم في الكرة السعودية. نتذكر سعيد العيران وفؤاد أنور وفهد المهلل وقديما خالد المعجل. ركلة البداية بالنسبة لنادي الشباب في هذا اللقاء. كرة تخرج من اللاعب بدون أي ضغط، الكرة كنترول يا كابتن. ياني كراسكو، بينية متقنة، الراية مرفوعة هنا توقف كل شيء، التحرك كان مثالي واللعبة كانت جميلة، لكنها تسلل وقرار سليم. مندش، تدخل ناجح على الكرة، كمارا، الكرة تصل لكراسكو، هذه كرة هدف، اوه الكرة في المرمى، هدف افتتاح النتيجة ياتي مبكرا. شوف الهدف من جديد، لاحظوا كيف كانت القوة، مجهود كبير في هذه التسديدة، هدف جميل لا يمكن أن تلوم حارس المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية، يأتي فيها فرصة الآن، كرة بتتخلص بتصدي ممتاز. الفرصة الماضية لم تستغل بشكل جيد، إحباط بعد ضياع الفرصة، كان ممكن ينفذها بشكل أفضل، لكن خلاص ضاعت الكرة. تتحول السيطرة هنا،
كامارا. المهديوي، مندش، وضغط عالي وافتكاك للكرة. المرور ممتاز، الله على اللقطة. تاكلينج رائع جدا، وبالتالي الكرة إلى رمية التماس. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. بتدخل يسترد هذه الكرة بهدوء. تقدم هجومي هنا، ممكن نشوف فرصة خطيرة. تدخل ممتاز لقطع الكرة. وانطلاقة على الطرف من جانب التعاون. عرضية سيئة تخرج إلى ركلة مرمى. انظروا إلى إعادة اللقطة التي جاء منها الهدف. بونافنتورا، رائع التدخل في توقيت ممتاز لإنهاء الخطورة. شرف الشوط الأول على الانتهاء، والنتيجة هنا تقدم أصحاب الأرض. مباراة في أندية كبيرة حتى الآن، لكن الواضح بأن ثبات الدفاع الكبير سيصنع الفارق في هذا الشوط ويحافظ على تقدم الفريق في النتيجة. مهم جدا بأن يكون هناك صلابة دفاعية، والأهم بأن تستمر بالتأكيد على هذا الوضع خلال الشوط الثاني. قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. ياني كراسكو. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. في رأيي الجماهير ستكون راضية عن هذا المستوى الجيد حتى الآن. تسجيل هدف في الشوط الأول كان مهم جدا، لأن هدف التقدم الآن في سعادة ما بين الشوطين وثقة أكبر قد تترجم لأداء أفضل. نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا مع ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. فلافيو، فيصل فجر، مهديوي، تدخل رائع في توقيت مثالي. في توقيت مثالي، انظر إلى هذا التدخل. رمية تماس لمصلحة الشباب. أعتقد بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل في هذه اللحظات. كادت أن تشكل خطورة، لكن هذا التصدي.
كويار، تحول هنا في الاستحواذ، تيس الفجر. يا لعيب الله على التمريرة، خطة قوية، الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. يلعب للكرة الوسط 18، تجديد الكرة لكن لم يكن بالقوة الكافية، تسديدة قوية لكنها ليست خطيرة على المرمى، خرجت بعيدة، افتقدت للدقة، كان بإمكان الفريق استغلالها بشكل مثالي. عبد الرزاق حمد الله ينطلق بكل قوة في مناطق الخطورة، فرصة محققة بتضيع، لكن شوف حكم الراية، كرة كانت صعبة، هذه اللقطة اللي كان يتقدم فيها عن آخر المدافعين بفارق بسيط جدا. مانداش، تيس الفجر، نادي التعاون يتقدم للهجوم، تمريرة ذكية، رؤية ممتازة، لكن الكرة بتضيع وراحت الإمكانية. ممكن هذه، ممكن كرة التعادل، الله الله، التعاون يسجل، يا للسكري، يا للتعادل الذي ياتي، يا للقطة الجميلة، الله على هذه الكتيبة. والآن نشوف الهدف من جديد، شاهد الإنهاء الرائع، ثبات رائع الحقيقة، كان في ضغط كبير لكن بهدوء وبدون فقدان للتوازن دخلت الكرة إلى الشباك. سعادة كبيرة على المدرب بعد عودة فريقه في النتيجة وتعديل النتيجة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. والشباب يفقد الكرة. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. في التقدم القاتل، ضاع في اللقطة بعد ان اصطدمت الكرة بالعارضة، حارس المرمى الآن سعيد في هذه اللحظات بأنها مرت بسلام. هذه كرة هدف الآن، مستحيل يسجلون هدف التقدم في وقت قاتل، لا مجال للتعويض، انتهى كل شيء، هذا هو هدف الفوز. الهدف من جديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري، وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. كان يوقف اللاعب لاحتساب الخطأ في اللقطة السابقة، ونشاهد كرت أصفر في هذه اللحظة. يا لها من دراما هنا في اللحظات الأخيرة، أعتقد الأمور حسمت في هذه الأوقات. مانداش، 5 دقائق تفصلنا عن صافرة نهاية المباراة. لافيو يستعيد الكرة بعد هذا التدخل، والتسليم على المرمى، رصاصة الرحمة.
المرمى ويعطي الفريق الأمل في اللقاء. تلعب الكرة قريبة والآن قد تصبح فرصة. أوه ما هذا التصدي، تصدي يمنع تعزيز النتيجة في توقيت قاتل من المباراة. الله على الإثارة. كرة تضيع من جانب الشباب. فترة نهاية المباراة وفوز من نصيب أصحاب الأرض. الفوز تحقق وهذا هو المهم. أكيد هدف في الدقائق الأخيرة له فرحة كبيرة، لكن أيضا الكل كان تحت الضغط في انتظار هذا الهدف. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم. الأداء ما عليه كلام، ساهم في فوز الفريق بلا شك من خلال تسجيله وحضوره القوي في أكثر من فرصة وتهديده وخطورته الدائمة.